أعزائي المشاهدين، نفس ما الآن تعرفنا على اللاعبين، خلينا نعرفكم أكثر على حامل اللقب البطل أحمد حياتي من خلال التقرير التالي. اسمي أحمد حياتي، عمري 25 سنة، أتدرب في أكاديمية سايد كيك، أتدرب جوجوتسو وأمريكان تايكواندو وميكسينج بين ذوز تو. أتدرب يعني تقريبا باليوم جوجوتسو، أتدرب سترايكينج، أتدرب لياقة، أحاول أخلط بين هذول الثلاث، زين أعطي كل شيء حقه عشان أكون إن شاء الله جاهز حق الفايت. إن شاء الله إحنا قاعد نتدرب ونسوي اللي علينا، وإن شاء الله الباجع يا رب العالمين. رجعنا لكم بعد الفاصل، ونفس ما شفنا بالتقرير اللاعب حامل لقب أحمد حياتي ما شاء الله عليه لاعب جدا مجتهد، والفترة طافت كان بذل جهد مضاعف عشان يحافظ على هذا اللقب. طبعا أعطيكم معلومة عن اللاعبين، هو هذا النزال كان مرتقب، يمكن هذا النزال كان كثير من الناس تنتظر حدوث هذا النزال، ولكن ما كان راح يحدث نزال قوي بهذه الصورة إلا في قفص جي اف سي. الآن خلينا نتعرف على اللاعبين في المرحلة الأخيرة قبل النزال، استعدادا لدخولهم القفص لنزال لوزن تحت 80 كيلوغرام. سيد علي المسوي، يعطيك العافية. يعافيك، هلا والله. سيد علي، كلمنا عن استعداداتك حق البطولة. والله احنا من اول ما بلغونا قبل 3 اشهر انا مع الماستر ماي، طبعا ماستر مهدي فريق كلاب فيتش، بلشت التمارين طبعا كان بروفيشنال، استخدمنا كذا مدرب جوجيتسو ومدرب موتاي وهو ماستر مهدي، وفي مدرب لياقه بدنيه كان باشراف الماستر مهدي بعد، زين، وكان معانا بعد كلاب فيت وفيت كلاب اللي هو سبونسر حقي في البطوله. يعطيك العافيه وموفق خير ان شاء الله. الله يعافيك حبيبي، يعطيك العافيه. اوكي يلا معانا اللاعب احمد حياتي، يعطيك العافيه احمد. الله يعافيك حبيبي، هلا والله. احمد، كلمنا عن استعداداتك قبل البطوله. والله الحمد لله، يعني احنا سوينا اللي علينا قبل البطوله، زين، وتدربنا لياقه وفنون قتاليه وهالامور هذه ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين ندش نسوي اللي علينا، ورب العالمين ان شاء الله يعني الباجي على ان شاء الله رب العالمين. اتمنى لك التوفيق احمد. اجمعين ان شاء الله، تسلم. نفس ما شفنا بالتقرير مقابلة اللاعبين قبل المباراة بعشر دقائق، ما شاء الله عليهم اللاعبين كانوا مبين عليهم الثقة وجدا كانوا متحمسين حق اللقاء. وفعلا هذا من الفايتات اللي كان فيها الماتشنج رائع جدا بين اللاعبين. حياتي لاعب متخصص في الجوجوتسو البرازيلية، وأيضا اللاعب سيد علي موسوي هو متخصص في الموي تاي والكيوكوشينكاي. طبعا لا تغركم دائما ابتسامة حياتي السحرية اللي تختلف دائما لما يدخل القفص ويتحول إلى مارد عملاق. الحين خلينا نتابع مباراة لوزن تحت 80 كيلوغرام اللي هي صنفوها جميع الجماهير إنها الحدث الأساسي في جي اف سي 2. Thank you.
الحكم بليك غريس. Okay, come here. You know the rules. We will have a clean fight, okay? Let's just obey my commands. Protect yourself at all times. We're going to fight on the bell. Touch him up. Let's go. التايمر ونبه الحكام يبتدئ اللعب. طبعا علي مسوي لاعب ستاندين فايتر واخذ الجرعه الكافيه عند كابتن مهدي السلطان في عمليه الجرابلين. وحياتي لاعب جيتسو حامل اللقب. بدت اللعبه الحين. راح نشوف ان شاء الله نزال جميل بين اللاعبين. لاعب يبي ان هي ستاندين هو اللعب. هذا من اكثر كابتن، هذا من اكثر، بس اعقب على شغله، هذا من اكثر النزالات الناس مستنياها. نعم اكثر نعم. النزالات اللي الجمهور متحمس لها. نزال ناري بين البطل علي الموسوي وهو بطل الكيوكوشن معروف. نعم. وايضا احمد حياتي هو بطل الكيوكوشن والجوجيتسو وفاز في لقب جي اف سي. بداها في ضربه داخليه. طبعا اللعب على الهادي، ها شيء كابتن، اللعب على الهادي. نعم. في 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 تيست تكنيك. في كل لاعب بيشوف الخطه المناسبه. يب الحين لاعب حياتي يلعب، لاعب حياتي نزل اساسا لاعب الكيوكشن. نعم نعم لاعب حياتي اساسا لاعب الكيوكشن سابق. نعم. فطلع الاصل ماله. نعم. حتى السنين اللي تدربها وكان يقدر يمسكها حركه جرابلين ما سواها. نعم نعم لان اساسا لاعب هو لاعب كيوكشن. الحين قاعد نشوف ستاندين فايت. قاعد نشوف لاعب ستاندين فايت. قاعد نشوف لاعب ستاندين. هذا فايت ستاندين فايت جميل جدا. في جي اف سي 1 حياتي فاز بالملاكمه. نعم نعم. اليوم ضرب لكمات مؤثره، ولكن اليوم بيلعب مع بطل. نعم. بيلعب مع بطل ايضا عنده قوه التحمل. نعم. الحين لازم يمسكه، لازم يحاول يمسكه لانه هو ممتاز في الجيتسو. الحين قاعد يدرب 5-6 سنين او 4 سنين حول الجيتسو، فلازم يمسكه. نزل الارض الحين. نزل الحين تحت. دقيقه ونص من الفايت نزل ارضي. ايه وضعيه حياتي صاير داخل الجارد اللي هو حمايه اللي هو سيد. هو بحاول يسحب الايد كابتن. نعم. لاحظ بحاول يسحب الايد. لا حتى في بدايه الفايت الاول دقيقه ونص كانت ستاندين فايت. نعم نعم. الوضعيه هذه المفروض تصير فيها ضرب على الوجه. وقفهم وقفهم بما ان وقفهم وقفهم ما يقدر يسوي شيء. ثلاث دقائق ونص وقفهم وقفهم حق ستاندين فايت. وقفهم الحكم مره ثانيه. وقف مع ستاندين فايت. راح نشوف الحين، راح نشوف كيوكشن الحين، راح نشوف لاعب ستاند فايت. اه نزل. يا ضربه قويه من لاعب حياتي. لكمه على الوجه. حياتي لكمه على الوجه. حياتي نفس المباراه الاولى لكمه على الوجه اللاعب طاح. نعم. بس اليوم وضعيه ممتازه حق حياتي، يقدر ياخذ فيها وضعيه استسلام خنق من الخلف، او انه يقدر ياخذ وضعيه كسر الايد اللي هي ايد اليسار حق اللاعب سيد. باقي دقيقة. ايه شوف الايد. ها الحين بيحاول طلع 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 منها. ما ادري الدم هذا من حياتي او لا. هذا الدم اعتقد من الموسوي. من الموسوي. من اللكمة كانت قوية. الموسوي الحين لازم الحين يعطي نفسه فترة يرتاح فيها. انا مستغرب شلون ما سيطر عليه، لان كان مسيطر حياتي. في مشكلة اعتقد حياتي. اي بس ما اعتقد انه في نزيف، اعتقد انه يعني جرح بسيط. اي لا انا مستغرب انه تركه انه يتخلص. ما باقي شيء. يعني وضعية كانت جدا قوية حق حياتي. 20 ثانية. الحين غايب يحاول ياخذ خنق. اتوقع عنده 15 ثانية اذا يعني. قدر يسيطر ولا انتهت المباراة الجولة الأولى. باقي 10 ثواني. مسيطر لاعب سيد. عارف شلون يدافع. نعم في الارضيه. صحيح. مبين عنده خبره. انتهت الجوله الاولى. انتهت الجوله الاولى. صراحه لعب جدا حلو قوي. يبين التعب على اللاعبين، بس يبين لعب لياقته افضل. الحياه يبين عليه متعه